بسم الله الرحمن الرحيم. 4 ركعات لو صليتها بطريقة معينة بعد العشاء حصلت بها ثواب قيام ليلة القدر. روى الإمام الطبراني في المعجم من حديث عبد الله بن عمر: من صلى العشاء في جماعة ثم وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. كان كعدل ليلة القدر. تعالى بقى نشوف إيه شروط ال4 ركعات دول، نعملهم إزاي، وإيه أدلة صحة الأحاديث ديت. اولا الحديث ده له ادله كتيره جدا تقويه وتصححه، من احاديث ثابته عن اصحاب، موقوفه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها باسانيد صحيحه. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 بين بعد الزوال وقبل الظهر كان كما تهجد به في ليلتين. وانا قلت الكلام ده قبل كده. ومن صلى بعد العشاء كان كما صلى ليله القدر. اولا تستحضر نيه، اولا تصلي العشاء في جماعه، ده شرط اساسي ان الرسول قال من صلى العشاء في جماعه، دي اول حاجه. ما ينفعش تسمع الاذان وتتخاذل، وده ده نفاق انك ما تروحش الجامع بدون عذر. انا قلت الكلام ده قبل كده، دي اول حاجه. تاني حاجه تصلي الاربعه دول بعد العشاء على طول، ما تاخرهمش، لان الرسول قال عليه الصلاه والسلام قبل ان يخرج من المسجد. ده معناه زي ما هنبين في الحديث دلوقتي بتاعت الصحابه كلها بعد العشاء. بعد العشاء تالت حاجه حاول ما تتكلمش مع حد الا الضروره. حاول ما تتكلمش مع حد خالص، خاصة في أمور الدنيا الضرورية، لو واحد سلم عليك في، لو في ضرورة ملحة تتكلم، مفيش ضرورة ما تتكلمش خالص مع حد. ليه؟ روى من حديث عبد الله بن مسعود: من صلى 4 بعد العشاء قبل أن يتكلم كنا بعد لهن من ليلة القدر. وروى من حديث أبي القاسم بن أيوب، حديث القاسم بن أبي أيوب قال: كلمت سعيد بن جبير وكان هيصلي ال4 ركعات دول، فلم يرجعني بالكلام حتى صلاهن، يعني ما ردش عليه خالص. ده يورينا طبعا سعيد بن جبير ده من كبار علماء التابعين، يبقى ما بتتكلمش مع حد خالص. دي الحاجه التالته. الحاجه الرابعه استحضار نيه ليله القدر. مهم قوي، من عمل عمل يحتسب اجره عند الله فهو حسبه له عند الله. استحضار نيه ليله القدر، انا بصلي الاربعه دول عشان اخد منهم ثواب ليله القدر. بعد كده قال عليه الصلاه والسلام: من صلى 4 بعد العشاء يعلم ما يخترئ فيهن واحسن في ركوعهن وسجودهن كنا بعد لهن من ليله القدر. يبقى تخشع وانت بتقرا وتبقى عارف انت بتقرا ايه. يعني خلي الاربعه دول يختلف عن اي 4 تانيين، دول اللي هتاخد بيهم ثواب ليله القدر او قيام ليله القدر. الحاجه اللي بعد كده تقرا قران في ال4 ركعات بعد الفتحه. مش بس، لان في حديث اللي بيصلي 4 ركعات، وهكتب لكم الكلام ده كله في الفيديو، يقرا في الاولى الكافرون، وفي الثانيه الاخلاص، وفي الثالثه الف لام تنزيل السجده، وفي الرابعه تبارك الذي بيده الملك. يبقى بال4 دول بيساوي ليله القدر. لكن في احاديث ثانيه كتير الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش، ما جابش سيره السور دي خالص. فالمهم ان انا اقرا قران بعد الفاتحه في ال4 ركعات. وممكن تقرا سوره الاخلاص كتير زي ما كنت قلت قبل كده، في كل ركعه مثلا 30 مره 40 مره، يعني تقرا سوره الاخلاص 120 مره، كتب لك قنطار من القلب زي ما كنت قلت وبينت الكلام ده قبل كده في دروس كتير. الشرط اللي بعد كده مفيش تشهد اوسط، هو تشهد واحد بس. تشهد واحد بس، ما دام انت قرات قران بعد الفتح في ال4 ركعات يبقى هتقرا الفتحه هتقرا القران في ال4 ركعات. فتحه بعدها قران، فتحه بعدها قران، فتحه بعدها قران، فتحه بعدها قران. مفيش تشهد اوسط. الحاجه اللي بعد كده الحاجه اللي بعد كده مش هتسلم الا في الاخر، لان عبد الله بن مسعود قال: من صلى 4 بعد العشاء لم يقطعهن بتسليم، وفي روايه اخرى بتسليمه واحده، يعني اللي هما تسليمتين في الاخر، كنا بعد لهن من ليله القدر. يبقى انت لو حققت الشروط دي كلها، وبعد ما تخلص قول سبحانك الله، بعد ما تنتهي من 4 ركعات قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قلت لحضراتكم الذكر ده عظيم جدا، لو اتقال بعد اي عمل صالح بيجبر النقص فيه ويثبته ويرفع. يبقى تصلي العشاء في جماعه، ما تتكلمش مع حد خالص، الاربعه دول يكونوا بعد العشاء على طول، تستحضر نيه ليله القدر، تخشع في قراءه القران وتتامل وانت بتقرا القران، حاول تطول شويه في الركوع والسجود، تحسن الركوع والسجود، تقرا قران في الفتح بعد الفتحه في ال4 ركعات، مفيش تشهد اوسط، هو تشهد واحد بس. وبعد ما تخلص قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله يبقى انت كده تحصل ثواب ليله القدر كل يوم بال4 ركعات دول.
أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.